فتحت السلطات المغربية بحثا لتحديد ظروف وملابسات حادث السير الذي وقع صباح أمس على مستوى جماعة مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة، وخلف مصرع 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وقد نجم الحادث عن اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقل عمالا بالمجال الفلاحية. هذا وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العسكرية أو الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش، إضافة إلى المستشفى العسكري بالرباط الذي استقبل 28 حالة توفيت إحداها يوم أمس بسبب نزيف حادة. من جيت لهنا الحمد لله، الحمد لله عينا وبيا من الليل كامل حتى الصباح. هما كيعاملوني زوين هنا، ما قديتش نهدر. الله يخليكم، الله يربي يحفظكم. اللي وقع وقع، بقيت ما لقيت لي عتقني انا بعدا، كلشي تقلب عليا ديال الكار الكراسة ولا شي. بقيت كنتفع غير برجلي وحدة، ملي كنحس برجلي الأخرى كنت ترست. بقيت كنتفع برجلي الأخرى، يدك عزة واحد الراجل رحم والدين عليه، يدك عاد دفعني جارني من جارني عاد خرجت. يدك من خرجت جاوني سوق العربة، من سوق العربة القنيطرة، من القنيطرة هنايا. تم استقبال 28 حالة، 10 منهم كانوا في حالة خطيرة، وللأسف وحدة منهم توفت لأن كان عندها نزيف حاد والضغط ديالها ما كانش، ورغم المحاولات ديال كل الأطباء اللي كانوا متجندين توفت الله يرحمها.